الزلطايه اللي مليئه بالزلط، شويه بقى بوكسات سمبوكسات، ويلا هبره كدبره، شويه بقى الشاورما الكايزرات كده، كايزر ايه تشيكن بيف وكايزر تشيكن فراخ شاورما، شويه ستريبس وشويه بانيه، يلا العلبه التانيه هبره كدبره. مكتوب عليها ايه؟ المزاجنجي. اه دي الفاهيته، دي الفاهيته، دي بقى الاستريبس المكرمش، همبرجرايه، يلا هبره كدبره. دي بقى جواها صوصات بقى ومكرمشات وستريبس بقى وشاورمات وكله. البلاعه مود اون، ازلط ازلط ازلط. تمسك بقى الشاورما الفراخ وتغرقها بقى في صوص الكول سولو، هتتزفلط على طول. اجمد حاجه في الشاورما اللحمه نسبه البقدونس ودبس الرمان، النسبه هنا مظبوطه جدا. البقدونس بيخلي الشاورما اللحمه في حته تالته خالص، ودبس الرمان بيخليها مززه. ده بقى عجبني قوي، تحس العيش بسكويت كده، عيش طري كده. الفاهيته دي بقى في حته تانيه بجد. بعد السندوتش ده اكتشفت ان انا بحب الفاهيته، والشيف اللي عمل السندوتش ده بيتفرج دلوقتي يقول لي عمل السندوتش ده ازاي. دي السندوتش بتبوظ من كل حته. لا الفاهيته دي خطيره، الفاهيته خطيره بجد. بقول لك شيف، انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو، عملتها ازاي؟ قطمه العيش كمان تحس ان انت بتقطم ايه، ملبن. اهبر اهبر اهبر. لا دي الهبرايه هوريبل. تيجي بقى الاستريبس المكرمشه تنزل في الصوص اللي انا مش عارف هو ايه ده، بس هو شكله حاجه سبايسيكا كده، سبايسي وكرمش كرمش كرمش. مطعم الفاروق السوري ده انا كنت لسه في المطعم، كانوا عاملين انت تشتري اي سندوتش تاخد التاني بجنيه. الراجل كمان قال لي البوكسات دي كلها عاملين عليها عروض بنص التمن. اللي عايز يعرف مطعم الفاروق السوري ده فين مش هقول له. المهم دي الاستريبس مكرمشه مكرمشه، اكادو من فرط الاستريبس اذوبه. الشاورما بقى الكايزرات بجد برضو. البقدونس ايه، في حته كده في البقدونس مع دبس الرمان. لا ده انا عصافير بطني كانت بتصوصه ودلوقتي بترقص. اكتر سندوتش عجبني بجد اللي هو الفاهيته ده. مطعم الفاروق السوري ده برضو عامل التوصيل ببلاش في مصر الجديده ومدينه نصر. اللي عايز يعرف الهبرايه دي منين مش هقول له. امسك بقى قطعه البانيه وعليها الكولو سولو عشان تتزحلق على طول في البلاعه كده. ازلط ازلط ازلط.